صباح الخير، الحمد لله على سلامتكم، واهلا وسهلا فيكم بابتكار ثون بموسمه الرابع. ابتكار ثون منتدى وسباق الرياده والمعرفه بنظم الصندوق الاردني الهاشمي كجزء من جائزه الاميره بسمه للعمل التنموي وخدمه المجتمع، واحتفالا بيوم الشباب العالمي. هالسنه تقدم لابتكار ثون 198 طلب، وتم اختياركم لتكونوا معنا ولتحولوا اعمالكم لتكون اعمال رياده مجتمعيه. شو يعني رياده مجتمعيه؟ هي فكره مبتكره بتعالج قضيه مجتمعيه، وبتكون هالفكرة قابلة للتطبيق كمشروع ريادي، بحل المشكلة وبيحقق أثر مجتمعي، بيكون قابل للاستدامة مادياً بنفس الوقت من خلال أرباح عمل تجاري. يعني الريادة المجتمعية هي قضية مجتمعية زائد عمل ريادي. ومين هو الرائد المجتمعي؟ الرائد المجتمعي هو شخص ما بيعطي سمكة للي بيحتاجها ولا بيكتفي بتعليم الصيد، بل بيعمل نهضة وتجديد في مجال الصيد بأكمله. الريادي الاجتماعي بيحتاج لكل مقومات رائد الأعمال، لكن منسوب الحماس عنده أكبر والصبر عنده أكثر. ليش؟ لأنه عملية تغيير المجتمع هي عملية بتحتاج لوقت وجهد طويل، ولهذا السبب ولنساعدكم تحققوا النتيجة المطلوبة أنتم موجودين معنا اليوم بابتكار ثون، واللي فيه مجموعة من الجلسات النقاشية مع صناع القرار والجهات الداعمة لريادة الأعمال وريادة المجتمعية، ورشات عمل مع متخصصين في هالمجال، فعالية تشبيك نتوركينج لتتعرفوا على الجهات اللي ممكن تدعمكم وتساعدكم بشغلكم، وجلسات مع مرشدين منتورز ليساعدوكم في تطوير أعمالكم. والمرشدين اللي رح يرافقونا بهالرحلة هم: مرحبا، أنا محمد حجاوي من دوت جوردن، رح أكون معكم بأول يوم ابتكار ثون يوم 24/8. رح نحكي أكثر عن موضوع كيف تخلي البزنس تبعك أو المشروع تبعك مشروع ريادة اجتماعية. طبعا مشروع ريادة أو الريادة الاجتماعية كمصطلح إحنا بنسمع فيه كتير، فرح نحكي عنه أنا وياكم أكثر، رح أشوف شو رأيكم فيه ورح أحكي لكم اللي أنا بعرفه عن هذا الموضوع. سمر محارب، مدير عام منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية أرض، رح أكون معكم في منتدى ابتكار ثون في اليوم الأول حتى نفكر مع بعض كيف نحفز القطاع الخاص مشان يدعم المشاريع الريادية وننجح مع بعض هذا المنتدى لمزيد من المشاريع الإنتاجية الشبابية. مرحبا، أنا نجوان درغام، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وتحديداً من قسم سبل العيش. لقونا يوم السبت اليوم الأول من ابتكار ثون لحتى نحكي أكثر عن استراتيجية المفوضية في إطار سبل العيش. أنا ساند باساف، رح أكون معكم بأول يوم بابتكار ثون عشان نحكي عن كيفية دمج الأشخاص ذوي الإعاقة بمشاريعنا وبأي إشي بنعمله. مرحبا شباب صبايا، أنا دكتورة مها الزعبي، كتير متحمسة لانطلاق المرحلة الرابعة من ابتكار ثون 2019. رح بحكي عن موضوع أثر الأعمال على البيئة، ورح أجاوب على ثلاث أسئلة مهمة اللي هي ليش ومتى وكيف نفكر بإدخال مفهوم البيئة في الأعمال الابتكارية. انتظروني أول يوم في ابتكار ثون. شكرا لكل حدا جاي على ابتكار ثون لهي السنة، كتير متحمس أكون معاكم بسيشن لذيذة بتساعدنا نبني شبكة علاقات متينة ممتازة وواضحة. مرحبا شباب، اسمي زياد الباروني وحكون معكم في موسم جديد من ابتكار ثون. شاركت أنا في ابتكار ثون من أول ما بدأ، وسعيد جدا أني حكون معكم في موسم الرابع. حكون معكم إن شاء الله باليوم الثاني في ورشة عن السرد القصصي وكيف واحد يعرض مشروعه بحيث أنه الناس تضلها تصفي مهتمة كتير فيه وعم تسمع قصته، مش بس هيك يقدر يتمكن انه يفوز هو بالجائزه الاولى. مرحبا جميعا، انا اسمي صالح الحنش من Just Start Innovating. انا مبسوط كثير اني راح اكون معاكم بابتكار ثون للموسم الرابع كمان مره. الورشه اللي راح ناخذها ان شاء الله باليوم الثاني مع بعض راح نحكي فيها على السيلز بيتشز بكل انواعها، يعني راح نحكي كيف الواحد يبيع المنتج تبعه او البرودكت والمشروع تبعه، سواء كان بيتعامل مع افراد او مؤسسات او مؤسسات حكومية أو غير حكومية. استنونا لأني أنا كتير متحمس أشوفكم. وبآخر يوم رح ألاقيكم مرة تانية ضمن لجنة التحكيم، رح تعرضوا أعمالكم بعد ما حولتوها لريادة مجتمعية، ورح نختار منها 10 أعمال تترشح لجائزة الأميرة بسمة. أهلا وسهلا فيكم جميعا، أهلا وسهلا بشركائنا، وأهلا وسهلا بالمتحدثين وبضيوفنا الكرام.